السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير. أخوكم برياض. طبعا السيارة هذه اللي جتني فيها مشكلة الكهرباء تبتيع، ولا سوينا فيها قالوا البلف، راح اليوم إن شاء الله نسوي لها له تنظيف الثروتل، الثروتل اللي هنا حساس الهواء هذا اللي هنا عند الأصبع، وحساس هواء القربة، وراح ننظف إن شاء الله الفلتر الهواء، كمان برضه راح نسوي له تنظيف للفلتر المكيف، ونسوي برمجة للبوابة أيضا. قصر الآن تنظيف التصفية مع البرمجة، وراح نفك القربة، تابعونا في الفك والتركيب. طبعا عشان نفك القربة راح نفك الهوزات الخلفية اللي هنا عن طريق الضغط الكليبس هذا، تسحب الخارج بهذا الشكل، وهنا الجهة الثانية من أسفل. هذا الشكل. وراح نفتح القفيز اللي هنا. طبعا طريقة شرحت في القناة أكثر من مرة، بس نعيد لأنه أغلب الناس تتابع آخر مقاطع ما تتابع المقاطع السابقة من كثر الشرح والطرح. وارجع اكرر، اللي بيركب القربة او بيركب اي منظومة يتأكد من تركي مثل فيشة هذه. شوف الفيشة هذه الان باريكم الان بالمشكلة فيها، برضو مكسور لو تلاحظون، هذا الاطم والاكبر مو مكسور، القفلة الحمراء المكسور فيها نفس الفيشة، لاحظ الان. طبعا عشان ما يقولوا انه والله كسرت علي وبعدين صورت، الله على ما اقوله شهيد. شوف الآن الفيشة مكسورة وليست القفلة الحمراء. القفلة الحمراء هذه وظيفتها قفلة على قفلة الفيشة الأساسية، لكن الآن المكسور عندنا هي نفس القفلة الرئيسية حقت الفيش. فالآن أركب ما أركب راح يطلع معي الفيش مع الحركة. طبعا ما راح يطلع من نفسه، بس شوف الآن ما في طقة، وحتى لو قفلت هذا الآن الأحمر راح يطلع معي الفيش، لأن هذه تعتبر اللي فيها القفلة الكليبس الأحمر قفلة لقفلة الفيش الأساسية حق الفيشة. فللأسف كيف كسرت ما أدري، يعني وكالة غير وكالة لا أعلم. حتى المسمار هنا برضو كمان مكسور. شوفوا القاعدة مكسورة والمسمار غير موجود حق القربة. يعني بعض المشاكل صراحة الواحد يسويها ولا يبوحها لصاحب السيارة عشان يتجنب المشاكل، بس مين وكيف الله أعلم. على العموم ما علينا، فكينا الآن الفيشة وراح نفك برضو هنا القفيز، لكن الواحد صراحة إذا جاي يفك يعني بمعلومة أو إنه يتعلم من المواقع أو يسأل، ما هو شرط. والله العظيم من أغلب الأشياء اللي أسويها عن طريق أسئلة وتعلم في المواقع الأجنبية ثم أطبقها لما تكون علي الشيء جديد. الآن فكينا الفيش او القفزان، راح نطلع الان القربة. هذا الان القربة. طبعا لاحظوا الان حلينا المسامير البوابة، قبل أن نحل البوابة راح نحل الأفياش. ونعطي كمان برضو هنا تجربة للبوابة، شوف الكربون اللي فيها. فما علينا، طريقة فك الأفياش في السيارات الأمريكية غالبا تيجي لها قفلة حمراء للفيشة. الفيشة أساسا هي لها قفلة من نفسها في مثل جميع السيارات، لكن الزيادة في السيارات الأمريكية إن لها قفلة حمراء. عشان تفك الفيش ما يحتاج منك لا قرص ولا شيء، فقط تحل القفلة الحمراء هذه وتضغط على الفيش. هذا الفيش الآن
فما يحتاج منك لا كليبس سكروب او قرص ولا شيء، فقط تحدد الكليبس القفلة الحمراء الامان، ثم تضغط على الفيشة الثانية. راح الان نكمل اللي هو فك الفيشة، فك البوابة. لا راح افك كله حساس الثلاجة، حساس هواء الثلاجة. طبعا بعض الكليبسات تختلف من نظام لنظام. الكليبس الأزرق هذا يختلف عن نظام الكليبس الأحمر. الأحمر عن طريق السحب والدفع، سحب ودفع، هذا عشان تحل الفيشة حقت بوابة الثلاجة. تسحب الكليبس جانبي يعني زي كده بهذا الشكل، وتسحبه بهذا الشكل، بهذا الشكل، شوفوا بهذا الشكل، عفوا تصوير بيد واحدة مشكلة، بهذا الشكل يعني دفع جانبي وليس دفع خلفي وأمامي زي الكليبسات الأحمر. هذا الفرق. فك الآن له حساس هواء القربة عن طريق مفتاح نجمة. أنا راح نفتح اللي هو القربة عشان ننظفها مع بعض. لاحظوا للأسف، شوف القاعدة هنا حقت غطا القربة محكمة، وهنا مكسورة الحلقة المتصف أو حلقة حقت المسمار، وهنا كمان برضو المسمار غير موجود. يعني ما أدري، عندي الآن مسمار ناقص حق القربة جهة قربة الموية، وأغلب المسامير الآن اللي عندي هنا من كثر الشد القوي صارت بايزة، يعني بس مجرد تركيب مسامير لكنها ما تحكمها صح، لأنها صارت كلها الآن المسامير اللي هنا مرتخية أو شبه مرتخية. فغلط غلط صراحة، يعني بعض الأشياء البلاستيكية ما يحتاج لها العنف أو القوة، فقط شد بسيط لما تتماسك مع بعضها الغطاء انتهى الموضوع. هذا الفلتر طبعا يقول اخر صيانه كان عندهم الظهر 140 الف، الان ماشي حوالي 176 الف او 170 الف. وهذه البوابه من الداخل وهذه من الخارج. حساس هواء الثلاجه، حساس هواء القربه، البوابه، القربة حقت الهواء، فلتر الهواء. طبعا هذه البوابة حساس الهواء حق القربة، وهذه بلف التبخير، مو بلف تبخير، ليات التبخير حبتين، راح ان شاء الله ننظفهم بالبنزين لانه فيه شوية تبخير. وهذا عند الفلتر والقربة. نظفنا البوابة زي ما انتم شايفين الان، حساس هواء الثلاجة القربة والفلتر، وحساس هواء الثلاجة. نفخنا الفلتر، طبقنا الغطاء الآن، وهذه الهواية. راح نشد المسامير ونرجع المسامير التالفة، راح نبدأ تركيب البوابة. صراحة ما أدري إيش السوى الثاني، لازم أغير مسامير أكبر. لاحظوا عندي هنا مسمار يضرب بوش، ما يفسك ولا يكبس على القربة. هنا كمان نفس الطريقة، مرتخي بالكامل. يعني أغلب المسامير حقت القربة كلها مبوزة، فالله يعينه. بعدين نغير مسامير أكبر. راح نركب اللي هو ليات التبخير بعد ما غسلناها ونظفناها بالبنزين. هذا الآن راح نركب اللي هو حساس الثلاجة
نركب برضو الكليبس حقه الجانبي. انتهينا الآن من حساس الثلاجة. الآن راح ننظف المجرى الثلاجة. الآن راح إن شاء الله ننظف مجرى الثلاجة. لاحظوا كمية الوساخ اللي فيها. لازم تنظيف المجرى حق الثلاجة لأنه هي المصب الوحيد لجميع التبخير اللي جاي من الكربون ومن الزيوت ومن التبخير تانك البنزين. وأرجو برضه كمان الحذر من المجرى هذا لأنه هذا حاد جدا بسبب جروح. الآن نظفنا الزيت بالكامل أو التبخير بالكامل. أيضا عندك هنا في المجرى حق الهواء حساس الثلاجة. كده راح نركب البواب ان شاء الله. شدين المسامير. راح نركب الان اللي هو الفيشه. ركب القفله حقها. الان راح نركب له حساس هواء القربه. شدين القفيز وركبنا ليات التبخير. طبعا لازم تكون من طقتين، طقه واحده ما تركب. وهذا طق الجهة اليسار أو الجهة اليمنى طقتين برضو. وهذا برضو هنا قفيز حق القربة الهواء. ركبنا برضو مسامير حساس القربة. الآن راح أركب الفيشة. وللأسف زي ما ذكرت الأول إنه القفلة مكسورة. الآن راح نسوي برمجة ونشغل. الآن بعد ما سوينا رست البوابة وعملنا مسح أعطال لجميع الأكواد راح نشغل الآن. كذا انتهينا من عملية التصفية لتنظيف البواب وحساس الهواء حق القربة وحساس الهواء حق الثلاجة وتنفيخ فلتر البوابة وليات التبخير وبعد البرمجة. هذا الآن سيارة ما شاء الله تبارك الله، وأعطينا فكرة عن التنظيف والتطبيق. وهذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.